بجهود مضنية ومواصفات أمنية وفنية غير مسبوقة، وزارة الداخلية تطلق الجيل الثالث من جواز السفر الإلكتروني. يتميز جواز السفر الإلكتروني العراقي الجديد بأعلى المواصفات الأمنية والتقنية الحديثة حسب معايير منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو. صفحة البيانات مصنوعة من مادة البوليكربونات الداعمة للطباعة التخصصية الليزرية، ومتكونة من عدة طبقات مزودة بالعلامات الأمنية والفنية المرئية وغير المرئية. يتضمن الجواز الإلكتروني الجديد شريحة بيانات مشفرة لإتاحة استخدام الجواز عبر البوابات الإلكترونية. تتمتع باقي صفحات الجواز الجديد بنقوش زخرفية متعددة الأطياف تتوسطها معالم بلاد الرافدين العريقة. جوازك وطنك أينما تكون.